هناك شخص آخر أوصى بالنظافة والحجر خلال انتشار الوباء، إنه نبي الإسلام محمد، وذلك قبل أكثر من 1400 عام. تقرير دكتور كيريج كونسيدين الباحث والأستاذ بقسم علم الاجتماع في جامعة رايس الأمريكية في مقاله المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلة نيوزويك الأمريكية. التقرير جاء بعنوان: هل يمكن القوة الصلاة وحدها وقف جائحة؟ حتى النبي محمد كان له رأي آخر. ويتضح من عنوان تقرير المجلة الأمريكية أنه ينبغي عدم مواجهة الأمراض مثل كورونا بالاقتصار على الدعاء والصلاة، بل ينبغي الأخذ بالأسباب مستشهدة بوصايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما استشهدت المجلة بأحاديث للنبي في هذا السياق، أحدها: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وأشارت المجلة إلى أن النبي محمد حث البشر بقوة أيضا على المحافظة على النظافة للوقاية من العدوى، مشيرة إلى جملة من أحاديثه عن ذلك: النظافة من الإيمان، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فلا يدري أين باتت يده، وبركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده صلى الله عليه وسلم.